كم استغرقت في هذه التقنيات؟ حدود 10 أيام 15 يوم. ما شاء الله. أي. يعني فترة قصيرة. أي فترة قصيرة من وقتها، ويحتاج إلى بعض البرمجة، أما بس استنتجنا من البرمجة منه وضبطه بس. طيب حاليا نحن استكملنا، ما هي المكملات لهذه العصا؟ يعني تحتاج إلى مثلا نقول حساس بس مختصر لكل هذه الشغلات، تطلع منه شغلة واحدة مربوطة مع الخريطة وتكمل كلها، يعني مكان ما كلها الوايرات كلها مودوجي والمنشورة، لا مختصرة كلها بواير واحد مع الخريطة وعلى الخريطة، يعني تختصر هذه الأمور كلها عدة وايرات كم بخريطة واحدة. لا حساس واحد كبير يكون ضد الماي زين، وأيضا مختصر لهذه الوايرات كلها، وأيضا يعني يتم غطاء هذا أيضا هم تقدر نغلفه وتختفي كلها السوالف مات الوايرات وما الوايرات تضل، تطلع من خريطة حساس واحد وخريطة وجهاز. التطوير اللي راح تسويه شنو هو؟ ابدال حساس زين، ونجيب اردوينو من نوع ميني يكون صغير فموجود يصيغ بها بالفراغ مكان ما يصيغ عدد كبار، فقط بس نبدل اردوينو ونبدل حساس، نخلي حساس ضد الماي زين، مثلا اذا احتاج الاحمر يشتغل بها بالاوقات من المطر، مثلا طلع خارج بالاوقات من المطر ما تسبب انه احتراق الحساس، انما هذا يكون مبدئي حساس مع الماء ما الماء، يعني اذا طخوا اي نقطه ماء يشتغل زين. احنا نريد نطور الحساس هذا، ننتقل نبدل الحساس واحد واختصار يختصر كل الوايرات، يطلع من عنده اما واير او واير. لو طرق بابك ضرير او كفيف يعني ممكن تعطيه كهديه؟ اكيد اعطيه اياه كهديه، واذا احتاج الى اكثر من واحده هم حاضرين بنعمل.